مرحبا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. بهذا الفيديو رح نحكي فيه عن فعاليه جديده اللي هي باسم ستريم باركور، رح نعملها ان شاء الله على الفيسبوك. انا يوميا عم بعمل ستريم على الفيسبوك اللي هي مابات كرياتيف او باركور، عم متسلى او حرب الوان. فانا عم بعمل فعاليات كتير على الفيسبوك. اللي مو عندي على الفيسبوك بيقدر يعمل بحث على الفيسبوك باسم نيمو 3 او اخر شيء بنفس اللوجو نفس اسم القناه بالضبط. فانت فوت دور اذا بدك، اذا ما بدك فوت دور موجود الرابط تحت بالديسكريبشن باسم رابط البث المباشر بالفيسبوك، فوت تابعني هنيك بتنورني طبعا. فانا ان شاء الله رح اعمل هاي الفعاليه اللي هلا رح تشوفوها انتم بعد شوي بهذا الفيديو. فعاليه هاي الباركور رح اعملها ان شاء الله لشخص على حزمه 5 دولار. ان شاء الله مع الايام رح اعمل فعاليات اكثر. هاي الحزمه ظاهره امامك باسم يالو جاكيت، موجوده بفورتنايت حاليا. ان شاء الله رح اعمل عليها السحب لشخص يلي هي بيجي مع سكين اصفر وبيكاكس اصفر و600 في باكس وباك بلينك. ان شاء الله رح اعمل عليها السحب يوم الخميس. فانت تاكد انك انت فايت لعندي على الصفحه نيمو 3 او اخر شيء نفس الاسم بالضبط، موجود الرابط تحت بالديسكربشن لو حابب تفوت بتعمل متابعه وبتعمل سي فيرست او بتعمل مشاهده اولا، وبتفعل الزر تبع التنبيهات اللي ظاهر امامك بتفعله مشان اول ما اعمل ستريم يجيك التنبيه. فاذا بدك تشارك فيها وبتحب تنورني على الستريم تعال تفضل بتنورني على الستريم. انا رح اعمل يوم الخميس هاي الفعاليه، فانت لو حابب تفوت تنورني اهلا وسهلا فيك. فان شاء الله انا هلا رح اتركك مع مقطع صغير شو صار مع المتابعين وشلون ارتفع ضغطه والناس رح تمحي اللعبه وناس طلعت من اللعبه من كتر ما الماب صعبه. الماب صعبه جدا. انا رح اعمل على هاي الفعاليه لشخص واحد على حزمه 5 دولار. ان شاء الله اول ما نوصل 50 فيو على الستريم رح اعمل سيرفر خاص سولو ارينا. ان شاء الله رح اعمل فيه فعاليه 800 في باكس تختار هديتك من الايتم شوب، بتعمل لي اد على حسابي نيمو يوتيوب وبتفوت وبتختار هديتك مجرد ما انك انت تفوت بهذا السولو ارينا وتفوز فيه. فهذا هو بالنسبه لهذا المقطع اليوم. فعاليه جدا حلوه عم نعمل كل يوم فعاليه والناس كلها تراي او محترمه جدا. فلو حابب تنورني اهلا وسهلا فيك. فانا رح اتركك هلا مع مقطع صغير عن هي الماب اللي لعبناها اليوم او لعبناها امبارح عفوا، فان شاء الله تكون حلوه وتستمتع مع بعض بهذا الفيديو وتنوروني على الستريم. فشكرا لك اذا حتكمل المقطع الاخر، ولا تنسى تيجي تنورني بكود ايتم شوب نيمو 9. شكرا لك وبرعايه الله. ستاشر واحد تاخد هاي. قول هلاي هلاي يا احمد. يلا هلا معلم بدنا همتكم. ليه؟ اوبا عليكم كاملين؟ دقيقة استنوا لنفهم. اوف لا يا الله ما افشلني انا هون. بدنا نشوف مين الأول، بدنا نشوف مين. أيوة كده. مع السلامة. في واحد اسمه كيو اكس ام كريم معرق. حلو. ده نفهم احنا كاملين ولا فعلا طلع كاملين؟ ده انا هون مالي فهمان شو بدي اعمل. 2000 years later. لا لا لا. اوبا نايس. مين الاول؟ زيكو وبوس ماهر وكيو اكس ام قدامي. بس نايس عطيتها. يوز يور امبولس تو جامب. تمام. شوف نط على هي مو على هي، على الثانيه دغري، على الثانيه اللي على اليمين. ايوه على طول تقدر تجيبها. نيفر جيف اب. يلا رد عيدها.
وين واقف انت؟ ايه دغري على طول على طول على ناس شفت؟ الناس عم تبكي. طب دقيقة، انا فهمت ايش بدي اعديها. هلا شوفوا المخ شغال، شغلوا لي موسيقى كنا، شغلوا لي موسيقى كنا. بس اول شيء خلينا نشغل موسيقى كنا، مش عم اعرف ايش صار. لا 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 اصبر اصبر، الصبر مفتاح الفرح. خمسة خمسة اس دي حمو نايس. هاي بقى هون لعبتي، ما عم تعرف تساويها بنو. دقيقة، اني واحدة دقيقة. انت وين انت بالاصفر؟ اي 12 ولا احمر؟ بعيد عني. بدك تشوف، بدك تقرب هيك على طرفه وتاخده وتطلع مثل ما انا صح. كيف تخلي المتابعين يمحوا لعبة فورتنايت من غير روت؟ والله مالكم طبيعي، شو صار فيكم؟ ركزوا ركزوا. ركزوا ركزوا يا شباب ركزوا. ده يا حتى انا اقسم بالله انا عندي مقلدش مثلكم، انا ما عم بعرف العب اصلا. هي هون والله. لا 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 احمد، صعبه صعبه شوي، صعبه. وربي فيها الشاي. ده يا ده ده وين انت؟ شو لونك؟ انت فوق على المثلث؟ وينك؟ اه 261 رقمك. شوف، بتاخذ الامبولز، بتاخذ هاي القنابل تمام، بتوقف ورا عند العمود، بترمي الامبولز وبتطلع لفوق، في فوق مثل حيط، بتطلع فوق بتلاقي مثل سقف لازم توقف عليه. انا والله ما يعني، انا شفت المابات الاكواد فحطيتها قام طلع لي هو اللعبانه، يعني انا عم جيب مابات اكوا الكود تبع الماب من ايبك جيمز، عم حطيت عم شوف شو هي قام طلع لي هو اللعبانه. علي الحلال نعمل عليها مسابقة هالمام، والله بتستاهل مسابقة. بس شو لازم اعمل هون؟ شو لازم اعمل هون؟ لا مو هلا، مو هلا احمد، مو هلا، رح نعمل هاي القصة ان شاء الله. انا خلص رح اعملها، رح اعملها. شو المطلوب مني اعمل هون طيب؟ بس هون هون شو المطلوب نعمل هون؟ يلا اطلعوا اطلعوا، ارتفع ضغطكم نطلع ان شاء الله. هون هون مالي عرفان انا شو بدي اعمل. يلا 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 اعملوا باك، اعملوا باك توب، انا بس والله بدي اجرب الماب معكم، بدي اشوف انتوا شو رايكم. يلا اطلع اعملوا باك تهم، يلا ماشي. هبدا علي بالاس ام جي مو طبيعي يا احمد. هيك اخر طفول دمج. شكرا على اللايك يا غالي، اعطيتك فرصه. ها
لا 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 توقع اللي عندك رح يوقع الموبايل رح توقع الشاشة كامل بلا اكس انا ابلع اكس بهالوقت ها لا عرق لا ما عم تمشي الحال انا هلا قتلت حسام قال لي ليش قتلتني شكله زعل ما انت بشيت علي انا ما عم بش على حدا انا عم وقف استنى الشباب ما تخلص فات اللي بيجي لعندي بقتله بس انا والله ما عم بلعب كامل يعني مشان انتو تتسلوا وين 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 ليك 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 والله ناروتو جاب اكس وظبط الوضع شو اسمه اسكي احمى نااااه حلو والله جاب احمد عمل عمل احمى شكرا على الفولو هو لانه جابني جاب الناس كتير جاب اكس